أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف السادس الابتدائي لغات، بنكمل مع بعض دراسة يونت 5، ودرسنا النهاردة هو Lesson 4 بعنوان عمر حجازي. عمر حجازي هو شخص مصري مشهور، هو اللي في الصورة دوت. طبعا هنعرف قصته، طبعا واخدين بالنا إن هو عنده إعاقة في رجله، وفي كمان بيسبح. هنشوف قصته مع بعض، بس خلونا نقرأ الكلمات الأول. بانكر، بانكر موظف بنك أو مصرفي. كراتش، كراتش يعني عكاز. فانز، فانز زعانف، دي بتتلبس في الرجل عشان الناس تقدر تعوم أسرع. موتور بايك أو موتور بايك دراجة نارية، يقولون عليها موتوسيكل. هولد هيز بريث، هولد هيز بريث يعني يحبس أنفاسه. inspire، inspire يعني يلهم. بنكمل. interesting، interesting مثير أو شيق. inspiring، inspiring ملهم، دي صفة طبعا. Sinai Peninsula، Sinai Peninsula شبه جزيرة سيناء. athlete، athlete لاعب رياضي. disabled، disabled عاجز أو عنده إعاقة يعني. female، female أنثى. part، part جزء. diver، diver غواص. rock climbing، rock climbing تسلق الصخور. snorkeling، snorkeling الغطس. wheelchair، wheelchair كرسي متحرك. active، active نشيط. disabilities، disabilities إعاقات. incredible، incredible لا يصدق. Lebanon، Lebanon لبنان، ممكن ننطقها Lebanon، Lebanon. fitness، fitness اللياقة البدنية. عندنا مجموعة من الكلمات فاتت علينا فوق، بس هنا مدينا ال definitions بتاعها in English. break a world record يعني يحطم الرقم القياسي العالمي. break a world record معناها to do something better than anybody else in the world، إنك تعمل حاجة أفضل من أي حد تاني في العالم. follow your dreams، follow your dreams تتبع أحلامك. to do something in life that you really want to do، إنك تعمل حاجة في حياتك أنت فعلا عايز تعملها. A world record holding athlete، a world record holding athlete يعني لاعب يحمل، لاعب رياضي يحمل رقم قياسي عالمي. An athlete who has broken a world record هو لاعب رياضي كسر أو حطم رقم قياسي عالمي. Fence، fence اللي هي الزعانف. Long rubber things هي حاجة مطاطية طويلة. to put on your feet بتلبسها في رجلك. to help you swim faster بتساعدك إنك تسبح أسرع. crutch، crutch عكاز. something to put under your arm حاجة بتحطها تحت دراعك. to help you walk better تخليك تمشي أفضل. inspire، inspire يعني يلهم. to motivate and guide others إنك تحمس أو motivate يعني يبقى motivation أو يعمل دوافع الآخرين ويرشدهم. banker، banker يعني مصرفي أو موظف بنك. someone who works in a bank شخص بيشتغل في بنك. hold your breath، hold your breath تحبس أنفاسك. keep your breath inside your chest إنك تحتفظ بنفسك داخل صدرك. without breathing out بدون تنفس أو إنك تطلع النفس يعني. breathing out. motorbike دراجة نارية. a type of transportation نوع من وسائل النقل. on two wheels على عجلتين with an engine بيكون لها محرك يعني مش عجلة يعني. وصلنا للconjugation of verbs تصريفات الأفعال.
عندنا النوع الأول من الأفعال الـ regular verbs اللي بنجيب الماضي والتصريف الثالث أو الـ PP بإضافة الـ ED. نقرأ مع بعض: achieve, achieved, achieved، يعني يحقق أو ينجز. remove, removed, removed، يزيل. train, trained, trained، يتدرب. motivate, motivated, motivated، يحفز. cycle, cycled, cycled، يعني يركب دراجة. أوكي، بنكمل تصريفات الأفعال غير المنتظمة الـ regular verbs. نقرأ مع بعض. أوكي، show, showed, shown، يعني يعرض أو يبين. tell, told, told، يعني يخبر. ده هنا verb break، 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 broke، broken، يكسر أو يحطم. swim, swam, swam، يعني يسبح. give, give, given، يعني يعطي. hold, held, held، يعني يمسك. become, became, become، يعني يصبح. begin, began, begun، يعني يبدأ. عندنا مجموعة من الـ important expressions and prepositions، حروف الجر والتعبيرات المهمة. work as بيجي وراها وظيفة ومعناها يعمل ك. go well يعني تسير على ما يرام. on his motorbike يعني على دراجته النارية. feel free يشعر بحرية. for a distance of لمسافة تبلغ كذا. break the world record يعني يحطم الرقم القياسي العالمي. in 8 hours في 8 ساعات. all around the world في جميع أنحاء العالم. work hard يعني يعمل بجد. keep fit يعني يحافظ على لياقته البدنية. had an accident يتعرض لحادث أو تعرض لحادث. become together stronger يصبح أكثر قوة. put on يرتدي، طبعا ده برضو phrasal verb لازم نحفظه. the Aqaba Gulf يعني خليج العقبة. give talks يعني يلقي محاضرات. as well as بالإضافة إلى. هنبدأ نقرأ الدرس بتاعنا وهنشوف بقى قصة عمر حجازي. عمر حجازي is a very interesting man who is a world record holding athlete. He shows that when you work hard, you can achieve amazing things. He's very inspiring, but his life has not always been easy. هنترجم الجزء ده، بيقول لنا عمر حجازي رجل مثير للاهتمام للغاية، وهو رياضي يحمل رقم قياسي عالمي، ولقد أظهر أنه عندما تعمل بجد يمكنك تحقيق أشياء مذهلة. إنه ملهم للغاية، لكن حياته لم تكن سهلة. At the age of 25, عمر's life was going well. أوكي، خليني أترجم جملة جملة. بيقول لنا في عمر 25 حياة عمر كانت ماشية كويس جدا. He had a good job as a banker in the Sinai Peninsula. هو كان عنده وظيفة كويسة كصراف في بنك، طبعا في شبه جزيرة سيناء. And he was very active، كان نشيط جدا. He enjoyed sports including rock climbing, snorkeling and keeping fit. طبعا كان بيستمتع برياضات زي تسلق الصخور والسنوركلينج الغطس، وطبعا كان بيحافظ على لياقته البدنية. One day he was traveling along the road on his motorbike when he had an accident. ذات يوم كان راكب أو بيسافر على الطريق بالدراجة البخارية بتاعته عندما تعرض لحادث. The doctors told him that قالوا له unfortunately they had to remove part of his leg. قالوا له إن لسوء الحظ كان لازم يشيلوا جزء من رجليه. عمر had to learn to use scratch. عمر كان لازم طبعا يتعلم يستخدم العكاز. And then a wheelchair، بعد كده الكرسي المتحرك. عمر learned about two important athletes who
who are almost disabled. بيقول لنا عمر اتعلم من اتنين رياضيين أو شخصين رياضيين مهمين جدا، وهم كانوا disabled، هم كمان كانوا معاقين، ده أو ذوي الهمم زي ما بيقولوا يعني. The first athlete is Doreen Barber. أول رياضي كانت دارين باربر، a female athlete from Lebanon who has only one leg. دي دارين كانت أنثى من لبنان وكانت عندها قدم واحدة. The second person to inspire عمر is فيصل المساوي who is a wheelchair diver. بيقول لنا الشخص الثاني اللي ألهم عمر كان اسمه فيصل، وهو كان غطاس على كرسي متحرك أو غواص. So عمر began swimming. لذلك عمر بدأ يسبح. In the water he felt free and his body moved easily. بيقول لنا في المية كان بيتحرك أو حس أو شعر بحرية أكتر، وكان جسده بيتحرك بسهولة. Slowly عمر became stronger. ببطء عمر بقى أصبح أقوى. And he trained hard، واتدرب بشكل جاد. He decided that he wanted to break a world record too. هو كان قرر إن هو عاوز يحطم رقم قياسي عالمي أيضا. عمر tried to see if he could hold his breath underwater longer than anybody else. عمر حاول إن هو يحبس نفسه أو يكتم أنفاسه تحت الماء لفترة أطول من أي شخص آخر. عمر trained hard، اتدرب بجد. And in 2022 he could swim underwater for a distance of 56.48 meters. قدر، بيقول لنا في سنة 2022 قدر يعوم تحت المية وهو كاتم أنفاسه يعني مسافة 56 متر فاصل كذا. He then put on fins and swam for longer 76.7 meters. وقدر يعوم طبعا بالزعانف اللي لبسها في رجل واحدة، قدر يعوم مسافة أطول طبعا شوية اللي هي 76 متر. He broke world records with both those swims. وقدر يكسر طبعا أو يحطم الرقم القياسي العالمي بالسباحتين دول. Since these incredible swims، منذ السباحة المذهلة دي، عمر has also swam across the Aqaba Gulf. عمر كمان قدر يعوم عبر خليج العقبة. He completed the swim in 8 hours. قدر طبعا يخلص الخليج ده كله في 8 ساعات. As well as this، بالإضافة لذلك عمر cycled from Taba in the Sinai Peninsula to the Egyptian pyramids in Giza. He never stops. وكمان حطم رقم قياسي إن هو قدر يركب دراجة من طابة في سيناء أو في شبه جزيرة سيناء إلى أهرامات الجيزة المصرية بدون توقف تماما. Today عمر حجازي is a very happy man. يقول لنا اليوم برغم الإعاقة اللي عنده هو رجل سعيد جدا. And he gives talks to inspire others، وبيعطي أو بيلقي محاضرات عشان يلهم الآخرين. He wants to help other people with disabilities. هو كمان عايز يساعد الأشخاص ذوي الإعاقات أو ذوي الهمم follow their dreams، إن هم يلحقوا أو يتتبعوا أحلامهم. And believe they can do anything، ويؤمنوا إن هم يستطيعوا يعملوا أي شيء. حلوة شخصية عمر حجازي. طيب قبل ما نحل الـ General Activities، كتاب المعاصر فيه تكست أخرى مش جاي في كتاب الباهر، خلونا نقراها. هو عن الشخص اللي ألهم عمر حجازي اللي هو فيصل المساوي. In 2005 فيصل المساوي was a talented football player. كان في السنة دي لاعب كرة قدم موهوب جدا. However after a car accident، بعد حادث سيارة، he couldn't walk، ما كانش قادر يمشي. And he had to use a wheelchair.
كان لازم يستخدم كرسي متحرك. He was 20 years old، كان عمره وقتها 20 سنة. 2 years after his accident، بعد سنتين من الحادث بتاعه، Faisal decided to learn a new skill. قرر إنه يتعلم مهارة جديدة. He wanted a challenge، هو أراد تحدي. So in 2009 he learned scuba diving and he decided to become the fastest diver in the world. قرر إن هو يتعلم الغوص بأنبوب زي اللي في الصورة دي، أنبوب التنفس مش الغطس، الغوص يعني هو بيتنفس عادي مش زي عمر حجازي. عمر حجازي بيسبح وهو كاتم أنفاسه، هنا بيستخدم أنبوبة الأكسجين اللي على ظهره. ولكن طبعا he decided to become the fastest diver in the world، قرر إنه يبقى أسرع غواص في العالم. In 2018 he broke the world record and became the fastest person to scuba dive 10 kilometers، وكسر الرقم القياسي العالمي وأصبح أسرع شخص في بيغوص تحت الماء لمسافة 10 كيلومتر in 5 hours and 24 minutes. عمل سبح ال10 كيلو دول في 5 ساعات و24 دقيقة. He broke a record that was set in 2011، هو كسر الرقم اللي اتحقق في سنة 2011 by كريستوفر هولي، ده الشخص اللي كان حقق الرقم سنة 2011. A scuba diver with no disability، وده كريستوفر كان غواص بدون أي إعاقة. Today Faisal continues to scuba dive and he inspires young people by giving talks. اليوم فيصل مستمر في الغوص وهو بيلهم الشباب بإلقاء المحاضرات عليهم. فيصل wants to show the world that people with disabilities can be as successful as people with no disabilities. فيصل كان عايز أو عايز يبين للعالم إن الناس اللي عندهم إعاقة دولت أو ذوي الهمم يقدروا يكونوا ناجحين بالظبط زي الناس العادية بدون إعاقات. أوكي، شخصية برضو كويسة. طيب خلونا ده عمر حجازي، سوري. نرجع لكتاب الباهر ونحل جزء من الأكتيفيتيز اللي عليه. ماشي، خلينا هنا read and complete. بيقول لنا at the age of 25 عمر's life was going well. He had a good job as a، مش هترجم بقى، احنا ترجمنا الكلام ده قبل كده، a banker in the Sinai Peninsula and he was very، كان ماله، he was very active. He enjoyed sports including rock climbing, snorkeling, and keeping fit. One day he was traveling along the road on his motorbike when he had an accident. The doctors told him that unfortunately they had to remove a part of his leg. طبعا زي ما قلنا قبل كده في سؤال read and complete ده، بعمل زي ما انا عملت كده، بحط ارقام على الكلمات، لما اتاكد ان تمام الجمل كلها مظبوطه اقدر انقل بقى الكلمات في اماكنها او في الفراغات اللي عندي دي. نحل سؤال اللي تشوز كمان. اوكي سامين، تمام. نمبر 1 بيقول لنا when you work hard you can amazing things. You can what? You can achieve. نمبر 2 at the age of 25 عمر worked a banker. Worked E. Worked as ك صرف. نمبر 3 عمر was traveling along the road on his what? Motorbike. نكمل.
اوكي ماشي. اوكي نمبر 4. The doctors removed part of Omar's leg, so he had to use a كان لازم يستخدم ايه؟ crutch اللي هو العكاز. Number 5. Omar decided that he wanted to a world record. He wanted to ايه؟ عايز يحطم رقم قياسي to break. Number 6. Omar tried to see if he could his breath underwater. يحبس أنفاسه يعني hold his breath. Number 7. He put fins and swam for 76.7 meters. المفترض يرتدي، هو ارتدى ايه؟ put، طبعا ده phrasal verb، put on. نشيل الإجابات ونكمل. اوكي نمبر 8. عمر حجازي helps people with disabilities their dreams، ان هم يلحقوا بأحلامهم follow their dreams. Next number 9. عمر حجازي gives talks to others، كان بيعطي او يلقي خطابات لي inspire others علشان يلهم الآخرين. Number 10. Taba is in the peninsula in Egypt. In the Sinai Peninsula. تكون في شبه جزيرة سيناء. وبكده انتهى درسنا النهاردة. أتمنى يكون كان سهل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير لباقي الفيديوهات. كان معكم مستر محمد سيف. أشوفكم في فيديو قادم ودرس جديد إن شاء الله. سلام.